يلعب البينية حلوة عند إيديكا، أوليتش عند روبن بدأ يهرب، ممكن البينية خطيرة خطيرة، كروس عايز يعدي، خبطت ومحاولة وهدف، ومحاولة وهدف أول لبايرن ميونشن، خطأ دفاعي في التغطية ويبقى أولى أهداف المباراة بعد نص ساعة لصالح بايرن ميونشن اللي بيسجلوا مين بقى؟ هل توماس ميولر ولا باش توبر؟ هنشوف اللي قدامنا دون هو توني كروس، لكن مش هو اللي سجل، ده كروس هو اللي كان عمل الكرة واللي سجلها إيفيكا أوليتش بعد ما كانت خبطت في قدم أحمد السيد. نهائيا أحمد السيد بالخطأ في مرمى، يبقى الهدف الأول لصالح نادي بايرن ميونخ. أدي كروس لعبة حلوة.